أميرة سليم تغني لإيزيس باللغة الفرعونية بجمال وبهاء وقوة واستثنائي. أميرة سليم بصدد تقديم أنشودة فرعونية جديدة ولكن ليست جنائزية. أنشودة إيزيس كانت أنشودة جنائزية لقدامى المصريين أو المصريين القدماء كانوا بيقولوها في توديع الموتى. قالت لا، أنا هعمل أنشودة عن الحب، أنشودة للحب. والحقيقة إنه أول مرة هتؤدي الأنشودة دي هيكون هنا معانا بصوت الرائعة أميرة سليم. السوبرانو أميرة سليم. أميرة سليم السوبرانو المصرية، أميرة السوبرانو الفرعونية أميرة سليم. أميرة سليم ما كل هذا البهاء؟ شفتي ما كل هذا الجمال؟ السوبرانو المصرية الرائعة أميرة سليم. أحلى ما في المسألة إنه معانا أميرة سليم ومعاها منتج جديد كمان. حقيقي مفاجأة أتكلم عنها دلوقتي. قولي اللي أنت عايزاه، أنت تقولي اللي أنت عايزاه يعني. من أول المومياوات لحد دلوقتي. كذا يعني كذا حاجة وأفكار كتيرة ومشاريع كتيرة بفكر فيها، بس أخيرا يعني عملت الأغنية بتاعت سيد درويش إيه العبارة، وسميتها نوستالجيا، وعملتها بطريقة في قالب كده جديد اسمه فوكاليز في الموسيقى الكلاسيكية، اللي هو بيستخدم الصوت كآلة بتغني من غير الكلمة. يعني بديكي أنا الفرصة إنك تسمعي اللحن تحسي بالإحساس نفسك أنت من غير ما أديكي الكلمة تحسي بيها. فهي دي ده دي قصدة ده عايزة الانتباه يبقى للحن، لحن سيد درويش. بالضبط، هي دي فكرة، أن أنا أدي لسيد درويش أضيف شيء يعني من عندي، وفي نفس الوقت أدي عمق ما للحن سيد درويش. فإن احنا نسمع اللحن لوحده من غير مساعدة الكلمة أو مساعدة النص، ده ممكن يبقى جديد علينا احنا كمصريين. عرفنا انه أميرة سليم كانت في حيرة من امرها زمان. فعلا ابقى فنانة تشكيلية ولا اعزف ولا غني؟ يعني اتلخبطت شوية لانك من اسرة فنية. ده حقيقي. لا ما انا عندي مركز ثقافي في البيت قاعدة فيه، يعني انا والدي فنان تشكيلي، احمد فؤاد سليم طبعا، والدتي مرسل مات عازفه البيانو، وانا درست يعني اخذت دروس باليه وبيانو ورسمت يعني فكان عندي كل الاختيارات، وكنت عايشة في كواليس المسارح والاوبرا مع زملاء والدتي
فطبعا كان عندي اختيارات، لكن هو طبعا الغنى والأوبرا بالذات بيجمع كل ده، لأنه طبعا في ديكور وفي كوستيومز وفي تمثيل وفي الشعر وفي رواية وفي شخصية وفي تقمص وفي غناء وفي ألحان وفي الرسم بالصوت. أنا بتخيل دايما إن إحنا كمغنيين إحنا برضو فنانين تشكيليين، بنرسم بصوتنا لون وبننوع وبنخفف وبندي لون أقوى شوية وخطوط مختلفة، هو ده نفس الفكرة. فأنا ما بعدتش قوي عن أهلي في، بس جمعت كل الفروع. انتصرت الأوبرا على باقي انتصرت الأوبرا بس هي فيها كل الفروع. إيه أكتر أو أحب الأوبرات اللي أديتيها لقلبك يا أميرة؟ هي أوبرا فرنسية اسمها لاكمي. دي شخصية يعني هندية، وهي قصة حب، وأنا عملتها هنا في أوبرا القاهرة برضو، وغير أن أنا عملتها في فرنسا كتير، لكن هي قصة حب ممكن تبقى قريبة جدا من المصريين عشان احنا بنحب قوي كل القصص الحب.